إذا حبيتي تعرفي كيف سويت صحن هالسلطة المميز وإيش مكوناته، تابعوا الفيديو عشان تعرفوا صحن هالسلطة اللي كتير هيلثي وخفيف ومفيد جدا. شوفوا ما أجمله. مرحبا، كيفكم؟ وهلأ اجيت لكم عشان نطبق الخطوات. طبعا بدي اعمل سلطة مفيدة وصيفية وكتير كتير كتير صحية. اول اشي عندي البيريز كامل، ستروبري بلوبري وروزبري، وعندي خيار وعندي شيري توميتو وعندي الجوز وعندي شقفتين دجاج كنت ناوي احطهم بالاير فراير، وبعدين صراحة غيرت رأيي. وأهم عنصر بهالموضوع كله اللي هو الكنوة، وهلأ بدنا نبلش نحمص الجوز. هدول كنت بدي أستعملكم الجاج صدرين، فبعدين غيرت رأيي زي ما قلت لكم بطلت أستعملهم. هون عندي الجرين ميكست، لازم يكون عندي جرين ميكست على أساس أنه أنا بالتطبيق بفرجيكم كيف رح أبلش. بدنا نحمص الجوز، والخطوة الثانية بدي أعير بالمج العادي كاسة كنوة، أوكي، وبدي أفلفلها زي الرز العادي. مع شو في ناس بحط زيت في ناس ما بحط زيت، أنا بدي أحط يعني شوية زيت، أوكي. وهي على كل كاسة أخذت مني كاسين تقريبا ونص. هون بقليها شوي. هون أنا حطيت زيت بعد ما غسلتها، حطيت معلقة يعني معلقة يدوب كبيرة، حمصها وبعدين بحط مي عليها زي ما قلت لكم انه اخلط من الكاستين ونص مي. وهي اهم اشي انه بالكنوة بعد ما خلصوها خلوها هيك، خليت كمان نص هون عشان تفتح. لا اشوف اذا بتحتاج برد احط، يعني بتاخذ المنظر الكنوة الحلو. هذه كل الكنوة طبعا اورجانيك عشان هيك فيها ألوان، في كنوة طب مش ملونة بتلاقيها فلفل بس بيضة تمام، فهي أنواع الكنوة. ملح طبعا بحط أنا بس ملح وفلفل يعني حسب الذوق حسب ما أنت بتحبي، وبحركها وبقفل عليها الطنجرة. هلأ هون باجي لتقطيع الخيار والفواكه، بستعمل طبعا القطاعة تبعت الشيب عشان يعطيني شيب مميز حلو للصحن. فجبت قطعتين خيار يعني، وبعدين برتب الجرين ميكس بالجاط بحطه كله أكيد. هلا أنا هون بالناحية الثانية إنه بستنى الكنوة، وبصير يعني شوي شوي بحط من هون شيري من هون خيار شوية بيريز، وبقطع شوية وبحطهم بالوسط، والستروبري اللي هي الفراولة. شايفين كيف بحط بشكل عشوائي أساس يعطي منظر ويكون كل شيء يعني متوزع. هلأ لما بعد ما قطعتها بالشيب هذا الحلو الفراولة حطيتها على الجنب عشان يضل يعطيني. هون اللي استعملته اللي هو البلوبري بيزل الدريسنج، كتير هذا طيب، ما بعرف بالأسواق العربية عندكم إذا متواجد عندكم، بس أنت بإمكانك تستعملي أي نوع دريسنج بدك إياه. أنا لأنه فيها فواكه فحبيت أستعمل هذا الدريسنج بالذات لأنه البلوبري، والبلوبري كتير مفيد وهيلثي للقلب وما في كالوريز كتير، فأنا حبيت أنه أستعمل هذا. هون الكنوة خلصت، بس أنا خلصت أنه ما ريحتها لأنه كنت جوعانة ومش ماكلة من الصبح فلازم كنت أكل، فبدي إشي هيلثي وبدي إشي خفيف، فكان مفروض أريحها شي 10 دقايق بس أنا ما ريحتها، بس رح تعطيني نفس النتيجة لأنه لما تقعد على كل هاي الخضار بترتاح وبعدين بتعطيني النتيجة المطلوبة.
هون بوزعها على كامل الجاط. شوفوا ما أجملها كيف هي ألوانها، كمان ألوان مختلفة يعني الكنوة، ويعني مفيدة 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 لأبعد الحدود، وكويسة كمان للدايت. اللي بحب يعمل دايت كتير منيحة للدايت، بدل يستعملها بدل الرز أو بدل البرغل، لأنه هي هذه ما بتنفخ، البرغل كمان شو يعني بنفخ. وفي ناس صاروا يعملوا التبولة بالكنوة، اللي ما بقدر يأكلوا يعني ما بيحبوا ال شو اسمه تبع البرغل إذن فهون أنا خلصت، وعم يعني بس بحط من هون شوي هون شوي هون جوز. طبعا الجوز بوزعه على الطبق، والشيري توميتو هون بوزعها. شوفوا انا زي ما قلت لكم الفراوله انا يعني حاططها على الدوائر، وخليت شوي منها بالصحن على اساس كمان احطها بداخل يعني بالصحن جوا. حطيت يعني انا فواكه وخضره تحت وفوق، تحت الكنوة وفوق الكنوة، وهون كمان بوزعهم بشكل عشوائي ما تبقى من البيريز ومن الخيار ومن الفراولة والروزبري والبلوبري. بالنسبة للدريسنج أنا حطيته بكيس على أساس بدي هيك يعني أحطه بطريقة حلوة أساس يعطيني منظر حلو زي الكيس الحلواني سويته. هلا هيك بوزعه بشكل عشوائي، بيكون منظره مرتب ويعني اجمل مني احطه هيك يعني مره واحده، لانه زي ما قلنا دائما العين اللي بتاكل. وهيك صحنا خلص، كتير كتير طيب ولذيذ ومفيد وصحي 100% وخفيف على المعدة، ما بينفخ، ما بعمل لك أي نوع غازات، بتحسي حالك خفيفة بعد ما بتاكلي، أكيد سعراته حرارية قليلة. وشوفي شوفي شوفي هالمنظر، يعني المنظر لحاله بحكي، ما بدي أحكي عنه أنا بصراحة. وهون أكيد زي دائما لازم أكل لي لقمة عشان أشوف النتيجة، عشان أعطيكم رأيي. وأكيد طلعت يعني صحن مشهي جدا 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 جدا. طبعا زاد عندي لتاني يوم لليوم، أنا سجلت مبارح واليوم بحط صوتي على الفيديو. مرات بحس إنه أسجل صوتي بيكون أروع، لأنه بحس لما أسجل صوتي يعني بنفس الفيديو بحس حالي عم بصرخ صراخ. عشان بحس انه صوتي لازم يكون واضح اكتر، والكاميرا شوي بتكون بعيدة. وجربوها رح تحبوها اكيد، وصحتين على اللي بدي جربها.